وللمزيد ينضم معنا من اسطنبول عبر الهاتف الدكتور عبد الباقي شمسان، استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعه صنعاء. اهلا ومرحبا بك دكتور. بدايه، كيف تفسرون استمرار المعارك شرقي الحديده على الرغم من وصول فريق المراقبه الاممي؟ من الطبيعي جدا ان تستمر المعارك لان الفريق لم يتوصل بعد، وهناك اتفاقيات في اللي تم التوافق معها في استوكهولم تمت على دون ترتيب مسبق، يعني كان هناك سرعة في إيجاد تسوية دون الاتفاق على التفاصيل، وغالبا الشيطان يكمن في التفاصيل، فكان هناك تفسيرات مختلفة لما تم الاتفاق عليه. السلطة الشرعية تقول يتم تسليم ميناء الحديدة للسلطة التي كانت قبل 2014، أي قبل الانقلاب. الحوثيين يقولوا تسلم للسلطة المحلية الحالية التي موالية لهم. هذه التفسيرات والتأويلات بما تم الاتفاق عليه هي التي تعقد المسائل، كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بأن الحوثيين ليس مع هذا الحل الجزئي، أي حل مسألة الحديدة وفصلها عن بقية الحل الشامل، بمعنى أنهم في حال الذهاب نحو حل المشكلة اليمنية الشاملة فهم لا يعترفون بالسلطة الشرعية ولا بعبد الرب منصور هادي، وبالتالي عليهم الانتقال إلى حكومة وحدة وطنية. وبالمقابل هناك السلطة الشرعية تعتقد أن الحوثيين جماعة انقلابية وبالتالي تسليما للأمم المتحدة، ولكن لن يتم يعني القبول بالحوثيين كطرف يعني أصيل وسلطة واقعية، ولن ينتقلوا إلى تشكيل وحدة حكومة وحدة وطنية لأنهم ما زالوا هناك كثير من القضايا الجوهرية. ومن هذه القضايا أيضا حتى المؤسسة الإيرادية، قد يبدو للعالم والعالم يركز جدا على المسألة الإنسانية، المسألة الإنسانية هي سياسية لأن المؤسسات الإيرادية معطلة، وهذا التعطيل ناتج عن عدم في اتفاق الأطراف. طيب دكتور، يعني استمرار المعارك أنت قلت أنه أمر طبيعي، ألا يعد خرقا واضحا لإعلان السويد أم لا؟ هو طبعا خرق، لأن الأطراف لم تتفق، لأن كان هناك لكل طرف كان له استراتيجية واضحة. الحوثيين كانوا أعتقدوا أنهم حققوا انتصارا بحيث أنه تم الاعتراف بهم من المجتمع الدولي كطرف وحيد بعد تصفية صالح، كما أن تسليم السلطة إلى السلطة المحلية أيضا هي تسليمها للحوثيين وفقا لقراءتهم للتسوية، بمعنى أنهم حتى إن انسحبوا كميليشيات إلى بعض كيلومترات فهي ستسلم إلى الحوثيين الذين قاموا بتغيير موظفين وقيادات المؤسسات الإيرادية في بناء الحديدة. السلطة الشرعية فهمت أنه سيسلم لها، بالتالي أعتقد أن المراقبة الدولية سيحتاجون إلى وقت طويل لإيجاد فريق ثالث، والفريق الثالث هنا سندخل في حوار طويل جدا. لهذا أعتقد لأن هناك أطراف يعني غير هي مع كل مجموعة مع طرف ولكن لا تعلن أين موقفها، وسيدخلون في حوار طويل جدا. لهذا أعتقد أن إلى أي مدى دكتور يمكن الاعتماد على كومرت واجتماعه لإخراج الأمور من عنق الزجاجة وأن تتجه اليمن نحو الاستقرار؟ أعتقد أن أقصى حد يمكن القيام به إيجاد وقف لإطلاق النار في الجغرافيا المحيطة بالميناء لإيصال المساعدات، وإيجاد فريق ربما يكون من الأمم المتحدة أو من تحت إشراف أو تحت وجود هيئة إدارية مشتركة، ولكن إيقاف المعارك ضعيف الاحتمال نظرا للفجوة الكبيرة بين الطرفين. أعتقد أن يعني أنا مع إيجاد حلول سريعة لإنقاذ الاقتصاد اليمني لإيصال المساعدات، لأن لا يمكن لنا ارتباط ما حدث في السويد ونعكسه أنه سينعكس على المواطنين. بالعكس، نحن بحاجة حتى ليس على المستوى المتوسط، نحن بحاجة إلى وقت لترتيب المراقبين الدوليين لترتيب هذه المسألة، لأن المسألة في غاية التعقيد، والصراع ليس يمنيا يمنيا، نحن أمام صراع إقليمي وأمام استراتيجية دولية تسعى، وهنا لو سمحت أكمل بجملة، تسعى إلى إبقاء اليمن رخو ولا توجد فيه سلطة شرعية حتى المجتمع الدولي مع هذا، ولهذا هو قبل الحوثي. أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.